السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المتابعين. وشوقي غريب وصل لدور الثمانية وهي لاعب البرازيل. يا ترى كل المتوقعين كانوا بيقولوا إيه؟ أنا أولكم، أنا أول واحد قلت مصر هتخرج من أستراليا، وأستراليا وأسبانيا هيصعدوا، وخلفت مصر كل التوقعات بفضل الرجالة وشوقي غريب. يا ترى اتحاد الكورة، الدوري المصري، السوشيال ميديا، الدنيا هتتقلب عشان الاهلي والزمالك واللعب الباقي المباريات ولا لا؟ يا ترى مين اللي هيحكم، الاهلي والزمالك ولا اتحاد الكوره؟ ده اللي هنعرفه النهارده في حلقه جديده من باصي للشباس. اهلا بكم اعزائي المتابعين وحلقه جديده من باصي للشباسي. النهارده هنتكلم عن صعود المنتخب الاولمبي بقياده شوقي غريب للدور الثاني ومواجهه البرازيل. ولكن قبل اللقاء هقول ماذا لو فاز المنتخب المصري 1-0؟ لو كسبنا النهارده 1، يا ترى كلامنا كان هيبقى ايه؟ كلام النقاد والمحللين والجماهير. انا اول واحد قلت مش هنصعد، والصعود هيكون لاستراليا واسبانيا، لكن تشاء الظروف بهدف لعمار حمدي وانقاذ الشناوي نصعد لدور الثمانية. اتمنى من الكابتن شوقي غريب واللعيبة يلعبوا مباراة البرازيل بنفس روح وامكانيات النهاردة. العب واتغلب احسن ما تعمل دفاع ونتغلب. اطلع بمظهر مشرف، ضيع للناس الصورة اللي كانت واخداها عنك من ماتش اسبانيا بتكتيك دفاعي بحت، ما وصلناش بكرة للجون وهزيمة من الأرجنتين، والنهاردة الحمد لله كسبنا 2-0. الكابتن شوقي غريب النهاردة بدأ بالشناوي في حراسة المرمى، باك يمين كريم العراي، باك شمال أحمد فتوح، أسامة جلال وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش في قلب الدفاع، قدامهم أكرم توفيق، ثلاثة في نص الملعب، صلاح محسن، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، وتبادل أدوار ما بين طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي، ونزول واحد منهم لعمق الملعب مع أكرم توفيق، الجندي المعلوم اللي عمل مجهود خارق في الثلاث مباريات. أفضل أداء للمنتخب المصري مع شوقي غريب في الماتش ده، والمهاجم الوحيد أحمد ياسر ريان اللي النهاردة ما كانش وحيد بسبب وجود صلاح محسن في زيادة عددية من ناحية اليمين، وانطلاقات رمضان صبحي او طاهر محمد طاهر من ناحية الشمال، ما كانش معزول النهاردة والحمد لله سجل هدف. ميزة الهدف سرعة قرار وتوسيع بنزوله خطوتين للخلف، فتح المرمى وحط الكورة بسهولة. لو فرو التاني كان ممكن يتردد وحاول يوقف الكورة وكانت ضاعت، يا إما ضغط عليه المدافع أو شطها في واحد من المدافعين. سهل رمضان عليه الدنيا لما دخل واخترق من بين رجلين المدافع وراح، والحارس قفل الضيقة وفتح المرمى لأحمد ياسر ريان اللي كان واخد القرار وشطها مرة واحدة جوه الجول. استراليا كانت بدأ ب4-4-2، بتلعب باتنين مهاجمين، نيكولاس وماركو رقم 19. نيكولاس الحمد لله محمود حمدي الونش قام بالواجب ومسكه طول المباراة، ما خلاهوش لعب كورة لدرجة انه نزل وسقط، لعب له نص الملعب وكان بيقابله معاه اكرم توفيق. الونش قام بالدور الدفاعي على اكمل وجه. اكرم توفيق الفريق كله النهاردة في افضل حالاته، اول مرة اشوف الباكين اليمين والشمال احمد فتوح وكريم العراقي يعدوا نص الملعب ويضغطوا على الفريق الخصم. وان كنت بلوم على كريم العراقي في الاوفرات العرضيه بتاعته دون المستوى، تسرع واستعجال غريب منه، ما اعرفش، عدم دقه كل تمريراته العرضيه، يا اما مقطوعه يا اما بتعدي من المهاجمين والمدافعين. احمد فتوح بدا يزيد ويعمل خطوره مع رمضان صبحي او طاهر محمد طاهر، اداء مميز من المنتخب المصري في الشوط الاول. فضلنا ضاغطين في اول تلت ساعة، جالنا ضربات ركنية تتعدى الأربع ضربات ركنية ولكن دون استفادة حقيقية. كرات بالعرض يلعبها صلاح محسن فوق العارضة، طاهر محمد طاهر يتوغل ويخترق لكنه يسدد في أجسام المدافعين،
رمضان صبحي والكورة الوحيدة اللي هرب بيها بالشوط الأول يحرز أحمد ياسر ريان منها الهدف، تمريرة من نص الملعب لعبها طاهر محمد طاهر خلف الباك اليمين اخترق رمضان صبحي وقدر يعدي من المدافع بكل سهولة من بين رجليه، المدافع خاف يعرقله تتحسب ضربة جزاء، ومهارة من رمضان لما عدى لمح أحمد ياسر ريان اللي كان عنده وعي تكتيكي وتحرك نزل للخلف خطوتين فتح المرمى وطلع اللعيبة بره الكورة، الحارس قفل الضيقة على رمضان، رمضان بذكاء لعبها لتحت لأحمد ياسر، أحمد ياسر زي ما قلت كان عنده سرعة القرار وفيرست تايم جوه الجول، هدف في توقيت مثالي في الدقيقة 44 نطلع بيه فايزين 1-0. ولكن سبحان الله هدف واحد لا يكفي، ليه؟ لأن نتيجة المباراة الثانية ما بين الأرجنتين وأسبانيا انتهت بالتعادل 1-1، هدف في توقيت مثالي، طلعنا الاستراحة عشان نشوف ايه اللي يحصل في الشوط الثاني. في الشوط الثاني منتخب استراليا عمل تغييرين بنزول باكوس وارزاني رقم 11 اللي قدر ينقل فريقه من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، وبدأت خطة استراليا توضح من الدقيقة الثالثة باختراقات من ناحية كريم العراقي، تجميع كرة ناحية احمد فتوح ياخدها رقم 11 ارزاني يبدل الملعب ورا كريم العراقي ما بين كريم العراقي واسامة جلال اللي سرح في الفترة دي وضم العمق الملعب، واحمد حجازي قدر يغطي مرتين على كريم العراقي وكرتين طوله من المهاجمين وانقذهم الشناوي. في الدقيقة 53 كرات خطيرة على مرمى الشناوي ينقذها على مرتين، بعديها الشناوي بخبراته يبدأ يهدي اللعب، راجل كسبان واحد الخبرات الدولية بتفرق، بدأ يهدي اللعب وادعى الإصابة، بعدها كورة بروحين على الشناوي عرضية ينقذها تترد للمهاجم يشوطها مرة تانية وسرعة رد فعل من الشناوي. في الدقيقة 59 نعمل تغيير بنزول عمار حمدي وخروج صلاح محسن اللي عايز قرصة ودن، انت راجل طالع في الدقيقة 60 ايه اللي مزعلك؟ متنرفز ومتعصب ليه؟ غير موفق، ثلاث كرات سهل تحط منهم واحدة ما عرفتش تعمل حاجة، أتمنى الكابتن شوقي غريب يقرص ودنه النهاردة. عمار حمدي نزل مع أكرم توفيق في نص الملعب عطى الاستحواذ شوية للمنتخب المصري، ثقة عمار حمدي وهوريك لقطة استحالة تشوفها في أي مكان، ارتقاء وجنب يعدي المتر على حدود ال 18 في ناحية أحمد فتوح، بعدها بدقيقة يتعرقل في نص الملعب، حيوية عمار حمدي وقدرته على امتلاك الكرة محدش بيقدر ياخد منه الكرة بسهولة، مراوغة ثبات تحركات وعي تكتيكي ما شاء الله عليك يا عمار، وبدأت مصر تمسك كرة، لكن استراليا ما كانش قدامها غير الفوز فاضطرت تضغط على المنتخب المصري وبدأت تظهر المساحات. في الدقيقة 80 يبدأ الكابتن شوقي غريب بتغيير وينزل ناصر منسي وإمام عاشور وقبلهم إبراهيم عادل، إبراهيم عادل لعيب إمكانياته كبيرة ولكن الماتشين اللي فاتوا أنا قلت تحس إنه هو نازل عنده رهبة مستغرب الأمور، ولكن إن شاء الله بيتطور. ناصر منسي اللي إحساسي إن كان تغييره من باب المشاركة إن الكابتن شوقي غريب بيرضيه إنه لعب ولو دقايق في أولمبياد، لكن سبحان الله يكون هو السبب في انفراجة الخير والهدف الثاني، كرة ناحية اليمين ولوحده يضطر ياخد القرار الأصعب انه يتوغل لجوه ال 18 ويرقص اثنين مدافعين ويحطها بشماله ويصدها الحارس، كان نفسي يا ناصر تحطها بليسنج في البعيدة وتدخل جول وتكون انت سبب الفرحة، لكن مكتوبة لعمار حمدي اللي في بداية الكرة ما كانش موجود في الكدر زي لقطة أبو تريكا في نهاية أفريقيا، سبحان الله تحس إن هي اللقطة مقررة ما بين زيدان وأبو تريكا وبين ناصر منسي وعمار حمدي، عمار حمدي ياخدها مرة واحدة ويحرز الهدف الثاني، هدف سبب صعود المنتخب المصري بعد تعادل الأرجنتين وأسبانيا 1-1 ونصعد بفرق هدف. لكن قبل ده كله نقول مين؟ نقول الشناوي الأسد وأكرم قلب الأسد، الشناوي انقاذ في الدقيقة 83
وهوريك لقطة لفرحة بدلاء أستراليا، فرحة إن الكورة جوه الجول، بعدها حسرة وإذلال بتصدي الشناوي، رد فعل غريب ومتوقع من الحارس الأمين لمنتخب مصر ينقذ كورة هي لقطة المباراة. رغم الهدفين إنقاذ الشناوي هو السبب في الصعود. أنت مبالغ يا أخي. لأ، الكورة لو دخلت جول اتعادلنا وطلعنا من البطولة صفر اليدين. الإنقاذ رجعك للمباراة وبعدها ب3 دقايق تحرز هدف الصعود. ألف مبروك للمنتخب المصري وللكابتن شوقي غريب، اللي بتمنى يا كابتن شوقي تلعب ماتش البرازيل حتى لو خسرنا 2-3-4، لكن تبدأ بروح هجومية، تلعب كورة، اخسر ولكن بشرف. كلنا مع المنتخب المصري في اللقاء القادم، ولكن الجماهير أهل وزمالك دور عام 9 و7، يا ترى الدنيا هتبقى ايه؟ الوقت الوضع اشتعل بعد صعود المنتخب، كان نص الناس بتتمنى ان المنتخب يخرج للأسف. قولي ليه؟ عشان يرجع لعيبة الاهلي الدوليين، ولكن كده الدنيا اتعقدت، لا اهلي ولا زمالك هيلعبوا الا بعد ما المنتخب الاولمبي يرجع. واسمعها مني، احمد مجاهد في ورطة. ليه؟ احمد مجاهد قبل ايام قال ان خلاص لو المنتخب صعد الدوري هيتأجل ويترحل لشهر 10. الدنيا اتلخبطت ومعدناش عارفين في ايه، دوري بيبدأ امتى ويخلص امتى، الله المستعان على الدوري المصري. المهم نفرح ونقول مبروك لمنتخب مصر، ونتمنى يوم 31 نشوف ماتش جميل. بالتوفيق لمنتخب مصر. قبل ما انهي حلقتي لازم اتكلم عن 4 لقطات في المباراة. اللقطة الاولى هي تغيير صلاح محسن وانفعاله لحظة الخروج. اللقطة الثانية تصدي محمد الشناوي في الدقيقة 83 اللي غيرت مسار المباراة ومسار الصعود. اللقطتين بالهدفين، الهدف الاول لاحمد ياسر ريان والتحرك التكتيكي الواعي وسرعة القرار. الهدف الثاني من عمار حمدي وقراره بالاختراق والوصول لمنطقة ال6 ياردات عشان يحرز الهدف. لعيب تاني ما كانش هيكمل، صدقني الكرة مع ناصر منسي وانت بتحاول تحافظ على الهدف وتطلع كسبان عمره ما هيكمل ويوصل بالسبرنت لل6 ياردة، ولكن مكتوبة ونحرز الهدف الثاني ومبروك لمنتخب مصر. وبكده تكون حلقتي انتهت النهاردة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، لو عجبتك الحلقة شيرها وانزل اعمل اشتراك في القناة، فعل زر الجرس ودوس اللايك.